تولي على لا نسمع كيتهضر البيس ايوا الناس ما دير لكش علاش تم توجيه لليوم تطبيقا لتعليمات قيادة لجيش الوطني الشعبي في إطار تقريب الصحة من المواطنين بالمناطق المعزولة والنائية، حيث تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية مع توفير مواد صيدلانية وأدوية لتقديم العلاجات خاصة للأمراض الموسمية وكذا للجروح ولكل من تستلزم حالته ذلك. أول مرة جينا المبادرة هذه تاع الجيش تاعنا تاع العسكر تاع الجزائر، وحنا ساكنين في بلاصة تشوف ما بعيدة ما فيها والو، ايزولي فيلاج بعيد علينا، طريق بعيد علينا، ما عندنا لا طريق لا تريشيتي لا ما عندنا والو.